أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز رسم الميزان الذي يوزن به الأعمال يوم القيامة، حيث رأيت ذلك في بعض الكتب والمطويات؟ لا، هذا لا يجوز. أمور الآخرة ما تقاس في أمور الدنيا. الميزان في الآخرة ما يقاس الميزان الدنيا اللي عند البقال وعند السوبر ماركت وعند هذا، من العبث. هذا أمر لا يجوز. لا، بل صوروا الجنة والنار في مطويات فيها صورة الجنة وصورة النار، صورة الميزان وصورة الحساب. هذا من العبث، يسمون هذا من وسائل الدعوة. ما هم من وسائل الدعوة، هذا من وسائل العبث والحكم على المغيبات. لا يجوز هذا العمل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.